ألف سرزة وشرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هرددشت، هكذا تكلمت المسطرة. من بين 6 ملايين امرأة في هذا الوطن الحبيب يسلخن أولادهن هديك الأكلة اللي من كعب الدست كل أسبوع، وأكلة عادية يوم إيه ويوم لا، وفركة إذن كل يوم 3 مرات قبل وبعد الأكل، عداك عن الطيارات التي ترمي رأس الولد في الصحن فيلتصق الرز بأنفه مع مرقة حمراء أو بيضاء حسب مزاج الوالدة المطبخي شرقيا كان أم غربيا. من بين هالستة ملايين مرة تعتقد أختي أنني أقصدها بكلامي، وعلى يا روحي والله الحديث مو عنك، ويا عيني والله الموضوع ما له علاقة فيكي وما لك علاقة فيه، وانتهاء بأنه بعدين أنت يا أختي ما بتضربي أولادك، ليش أنت بتضربي أولادك عن جد؟ بترد ببوز ملوي أنه ما لي علاقة. طيب ما لي علاقة، بس أنت عم تتهميني أني عم أحكي عليكي بينما أنا ما عم أحكي عليكي، يعني بريء والله مو قصدي عليكي، بس مثل ما بدك تصطفلي فيكي تقولي ما لك علاقة كل ما سمعتي كلامي، وبالتالي بترتاحي، وساعتها ضربتي أولادك أو ما ضربتيهم أنت حرة، الولد ابنك وأنت حرة فيه، بس يا ترى هو حر؟ ما حدا بياكل قتلة إلا اللي مو حر، أو الحر المجبور المحطوطة رجليه بالفلق غصبا عنه. ما حدا بيحب ياكل قتلة حتى لو في سبيل التعلم إلا المازوخي المريض. الإنسان الطبيعي ما بياكل قتلة، ولكن الطبيعي أكثر هو اللي ما بيضرب. ما حدا بيضرب إلا المهزوز المغرور، وكم رأيت من الأبطال الميامين يتعرضون لمواقف يستلزم أن يستعملوا قوتهم فيها ولا يفعلون، نبلهم على وجوههم يحملون. المهم ما يكون بالطويلة، فإذا كان الإنسان الطبيعي ما بيحب يأكل قتلة، فما بالكم بالأطفال يا أولاد الحلال. لكن يبدو أنه كل شيء مثل كل شيء، وتنهال الذكريات يا حبيب من فم الطفل العجيب. أحلى قتلة باكلها بالعادة هي بالشحاطة، أسلم شيء، رقيقة بترق رق وبتلطلط، واللط صرنا متعودين عليه من وقت ما كانت الحفوضة هي الدرع الواقي ضد ضربات الأعداء. وبعدين بعد ما قويت عضلاتنا الخلفية حتى بتنا نأكل اللطة ونحن بالبنطلون حاف، معلم على الصدعات قلبي. أما الكفوف فهي تشعرني بالإهانة يا معلم، لكنها تبقى دحة أمام البوكس، فالبوكس بيهر الأسنان وبيكسر الأنف وبيشرشر الدماء على الأواعي. أما الطيارة فمقبولة، ذلك أنها تحتوي على حس المداعبة، حتى أنه السيد الوالد لما بيمزح معي بيسلخني طيارة، ولما بيشوفوني كسلان بالمدرسة بيسحبوني منها ويورطوني مصلحة الوالد على السريع. ولي العهد أنا، والضربة اللي ما بتقتلك بتقويك، والكف اللي ما بيجيب وشك على الأرض رح يرفعك للأعالي. ودرسنا يا غالي وكنا شاطرين، وفورا صاروا يرسمولي مستقبلي بالمسطرة نفسها اللي عم يضربوني فيها، يا دكتور يا مهندس، واقتنعنا طالما الشغلة بتعجب الوالد والوالدة وسائر المشرق. بس أنا بحب الفوتبول، لكن لازم صير دكتور. هكذا تكلمت المسطرة. هكذا حدثنا هرددشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.